السلام عليكم. شريف حميدي، مواطن مغربي، أستاذ ومؤسس المقاولة الاجتماعية Education 4.0. داكوغ، قولي لي شنو اللي خلاوك تلونسي هاد لاكسيون هاد Education 4.0؟ هو أنك مشيتي لوزان عند ماماك وشفتي الوليدات كيعانيو باش يمشيو لازيكول وداكشي، دونا شوية على هاد البوان. هو انا اولا نبغي نقول ملي العائله ديالي فيها بزاف نتاع الناس اللي رجال ونساء تعليم. الوالد ديالي سان بروفيسور فورماتور، دونك ليدوكاسيون كانت حاجه اللي تتهمني بزاف منذ الصغر. ابري ايدوكاسيون 4.0 بدات كبحث اكاديمي. فعلا الوالده ديالي ما كانتش، كانت الظروف الصحيه ديالها ماشي مزيانه، كانت مرضت واحد شويه وجيت لعندها ونونا بروفيتي بور فير اون بيتيت فيزيت للفيلاج ديال الوالدين ديالها. وتما كشت الوليدات فعلا ما كانوش كيمشيو للمدرسه، كان النيفو ديالهم ناقص. دونك قلت هذه فرصه باش نخدم مع هاد الوليدات هادو، نطبق داك البحث الاكاديمي اللي خدمت عليه انا ولا كوفونداتريس ديال اد 4.0 نادا كارداس. دكور، بريفمون باش الناس يفهموا شنو هو لو سيستيم ايدوكاتيف 4.0، سي كوا؟ ماشي حاجه واحده، دونك ما يمكنليش نقول لك ايدوكاسيون 4.0 هي هذا البرنامج البيداغوجي. ايدوكاسيون 4.0 هي مقاوله اجتماعيه اللي كتدير صيانه نتاع برامج بيداغوجيه عن طريق الكيفيه او البيداغوجيه الفريقيه. اون ديفلوب دي ابليكاسيون ايتيك اليمونتي بار لانتيليجونس ارتيفيسيال ايغالمون، اي اون جير دي ميسيون دو كونساي دي اورغانيزم دي غوفرنمون دي مينيستير في ميدان الابداع التربوي والتعليمي. الفرع ديالنا ديال المغرب هي جمعيه اللي كتعطي واحد لاكسي لهاد البرامج البيداغوجيه سواء في الرياضيات او التربيه الوطنيه لا سيتويانتي جلوبال للتلاميذ ولا اطفال اللي هما بحاجه لهاد لي بروغرام هادو في مناطق نائيه قرويه في المغرب. دكا كيفاش الناس يقدروا يستافدوا من هاد المنهج هذا؟ كاين المدرسه المتنقله ديالنا لا اد 4.0 موبيل اللي كتجول على واحد القرى خصيصا في جهه فاس مكناس، وكتعمل لهم واحد لي كور اكسيليري في الرياضيات وفي لو تيم نتاع اهداف التنميه المستدامه. هذه طريقه واحده. طريقة ثانية هي المكتبة المغربية اللي هي واحد المبادرة اللي لوبجيكتيف ديالها اننا نأسسوا واحد الريزو نتاع لي بيبليوتيك من طنجة حتى للقويرة في المناطق القروية النائية ديال المغرب، اللي يمكن لهاد الاطفال نتاع المناطق القروية يستافدوا من هاد الكتب ويحببوا ونحبوا لهم القراءة باش نرفعوا لهم من مستوى محل الأمية. كاين واحد المبادره ثالثه واحده اخرى في واحد الاقليم اللي ما بعيدش على تازوطاع، منا لهم واحد لو سمارت لاب، هو قسم ذكي بالطاقه الشمسيه وعنده كاع التكنولوجيات دي سمارت بورد دي تابلت للتعليم الاولي، ودايرين لهم واحد البرنامج للتعليم الاولي لهاد الاطفال اللي في هذا الاقليم هذا اللي ما بعيدش على صفر. حنا الفئه اللي كنستهدفوها اكثر هما البنات، حيت المناطق القرويه والبنات في المناطق القرويه. المناطق القرويه ديال المغرب مازال كتعاني بزاف، عندهم خصوصيات كبيره في التعليم والمهارات المعرفيه والرياضياتيه، وخصوصا البنات، حيت ما كاينش مرات كيخافوا عليهم والديهم باش يمشيو للمدرسه. دونك كون سانتيريس سورتو لي في دي ريجون رورال. داكور، سي فوت فيانسي لي فوز ايدي في الاول باش بور كريي هاد، مازال سهل كي توجور لا. دونك شنو لو رول ديال لا فام في الحياه ديال شارب حميدي، سواء فوتر مامون سواء فوتر فيانسي؟ شنو داروا في هاد الشيء؟ شنو نقول لك؟ جيستيم زعما هادشي اللي حققناه مازال سي تري موديست،
ولكن ما كنتش غنوصل للعشر ديال هذا الشيء بلا لي فام اللي عندي في حياتي، منهم الام ديالي، ومنهم ما فيونسي ولا كوفونداتريس تاع ايدوكاسيون 4.0 نايدا كارداش، وهي سيلف فو بريسيزي سي ال لا لا شيف او بلوتو لا ريسبونسابل بيداغوجيك دي تشيف بيداغوجيكو اوفيسر تاع اد فور بونو، سي ال كي جير ليكيب بيداغوجيك تاع هاد الخبراء البيداغوجيين اللي عندنا في الولايات المتحده الامريكيه، هما اللي كيعملوا على الصيانه تاع هاد المناهج البيداغوجيه المبدعه. كيفاش هاد البروجي هذا يقدر يعاون لي جون في لي جون فان بلوتو البنات الصغار لي ستود ديالهم وفرق؟ شنقول لك، كل مبادره يمكن تعاون البنات بطريقه مختلفه. البرنامج اللي عندنا تاع لا اد فور بونو موبيل المدرسه المتنقله كنستهدفوا انه يكون 65% تاع التلميذات اللي يشاركوا في هذا البرامج ولا تاع التلاميذ يكونوا بنيات. علاش؟ حيت هما في اللي مالوغوزمون عندهم واحد لاكسي اللي قليل للتربيه والتعليم. المكتبة المغربية وكذلك تنستهدف أنهم اللي غنشؤوا هذه المكتبات من طنجة حتى الكويرة، أنهم ذاك البروغرام نتاع باش نوفروا البنات نتاع هاد لي فيلاج هادو هاد القرى باش يكون عندهم واحد لاكسي أكثر لهاد الكتب. الانيشيتيف تاع اللي هضرت لك عليها سمارت لاب، 70% تاع التلاميذ اللي عندنا في هذا القسم هذا تاع التعليم الاولي كلهم بنيات. واش نقدروا نقولوا بلي لا في لا بلوس نوفي دو بوسي دو رياليزي دي شوز كو لي غارسون جو؟ هي زعما الصراحه حتى انا ملي كنشوف في ليكيب ديالي زاد القديم تبارك الله البنات سون بوكو بلو ديسيبليني، وتهضر حتى على راسي دونك. ولكن الحمد لله احنا لومبيسيون ديالنا الي هوليستيك، ما يمكنناش نوصلوا الى غير خدمنا مع البنات، خصنا نخدموا مع البنات والوليدات نتاع المغرب. مي فو جوستومون دوني لا فالور على فام، سي لا فالور كيل ميريت، اي جو كوا كون لو في دو مانيير تري تري ادكوات شي اد فور بون. داكور، جو سي با سي فو لافي سوجي او با ديك لا بيتيت في مريم امجون. ابسولومون، بحات تحدي القراءه العربيه، كو بونس تو مريم امجون؟ وي تبارك الله على مريم امجون، شت بزاف تاع لي فيديو عليها، وصراحه تبارك الله عليها على سافاسون ديك سيكسبريمي اون عرب، زعما راه خصها تجي دير لي انا الدروس شويه في العربيه حتى هي. وراه ليكيب ديالنا راهم تيحاولوا انهم جو كي سون ديجا اون كونتاكت معاها باش تكون هي مساهمه في المشروع نتاع المكتبه المغربيه، حيت هي لو ميساج ديالها هو القراءه، حب القراءه. وهذه جيستيم انها سي اون انيشيتيف اللي يمكننا نستافدوا من ليكزومبل نتاع مريم. داكور، ديرنيير كيسيون سي بارابور ا فوت نوميناسيون في نوبل، دونك شنو كاين لك هادشي كمغربي؟ انا شنقول لك، ما كنديروش هادشي على الجوائز، زعما ما كنديروه بوغ انا. بالنسبه ليا الجائزه هي ملي 89% نتاع التلاميذ والتلميذات اللي استفدوا من البرنامج نتاع الرياضيات نتاع اد فور بونو عملوا واحد لا كرواسونس نتاع عام على الاقل على 13 ستاندر بيداغوجيك في ظرف اسبوعين. هذه بالنسبه لي احسن من اي جائزه، احسن من اي نوبل، كنشوف ملي فريمون كاين واحد التاثير. Après, je suis très content, je suis très fier انني نشوف الرايه العالم المغربي انه يكون من ضمن ال 50 توب 50 نتاع الجلوبال تيتشر برايز. هذا فخر ليا ولينا كاملين كمغاربه.